محمود تجوزتي من عندك؟ عندي ثلاثة، بنات اثنين وولد. بس تمر المدارس؟ علي مو مدرسة بس بناتي. بلاصة بناتك؟ رحت بالخامس ورحت بالرابع. من علي ما شنو بالدراسة؟ لا الحمد لله وشنو. علي ليش مو مدرسة؟ قام يعيبون علي الجهال على مشيئته. هو هذا عندي يعني تقرير له. يعني ما اعرف فجأة الخطية هو. كان جسمه ثقيل. صارت عنده ليونة بالعظام فعند الركب شلون متباعد ما قدر يمشي. اي فسوينا له عملية. رجله 37 سبع براغي يكون ما يتعب عليها ولا اخر. متى سويتي العملية؟ قبل يمكن شيء 3 سنين 4. هو ايش قد عمره؟ مواد ايش قد مواليده؟ هو مواد 2000. 20 سنة. اي بس سويناه العملية يعني يمكن كان 17 سنة هيك. هذا انت شنو مو نقطة ايجار؟ هذا لا مو ملكي هو. هو انا كنت مأجرته من اخويا. اي فعندنا حصه يم اهلي. قلت له يعني شلون بكت تراهم اهلي تاخذ حصتي وشلون؟ قال يكون تكملين فوقها. اي فانا متوفرين ما عندي اكمل فوقها ويصير لي. راتب هاي عندك؟ اي عندي راتب. شو قلت لك؟ طبعا شو قلت لك؟ ابني ما مشمول بالراتب. عبر. الا عبر اي مو طالب. اي بس انا بناتي كل شهر عين راتبنا. اتوفى من 2014. صار بي مرض مو زين. شنو محتاجته؟ محتاجته والله مو برده، احنا عندنا هي العطلات. شنو يوم برده كان؟ احترقت والثانية هم نفس الحالة. والله لان كهرباتنا مو شيء. المنطقة اشتغلت؟ القريشات الثانية هي كلها الكهرباء فيها مو زينة. طابة وزراعي هذه؟ اي اي اي. بس ماكو لا ورقة ولا شيء هيك يعني. اي. وبعد شنو هذا مو برده؟ والله على وادا فراشات مخاليل هاي هم ما عندي. شنو مريضة؟ اي والله عندي ربو. ربو؟ اي سكر وعندي تكسر مع الباقي لهم. حسب حساس الباقي لهم. اي ربو شو استخدم العلاج؟ هذا عندي بخاخات 2. اي وسكر مساعدة بال 500 في الليل. شرائح على مود اقيس السكر بي. اي والله امكانية ما عندي. هاي حتى رحت ما صرفوها قالوا تدفعي يكون نص الفلوس. مين الراجل زين؟ قالوا يمكن 32 لان قالوا 16 عليكم 16 علينا. يا صيدلية؟ صيدلية هاي ايش يسمونها المدينة المنورة. اي بالضبط تلك. ان شاء الله نشوف الله كريم ان شاء الله.